احتفلت رعية القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بالقداس الاحتفالي بعيد انتقال العذراء للسماء بالنفس والجسد. ترأس القداس كاهن الرعية الأب فراس عريضة بمعاونة من الشدايقة وخدام الهيكل وسط حضور لافت من أبناء وبنات الرعية، فيما جرت تلاوة صلاة خاصة من أجل السلام في غزة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. اليوم هو يوم مميز ومبارك بالسماء. اليوم الأم ما بتترك ابنها لحاله، والابن ما بترك أمه بعيدة عنه، فهو عيد انتقال العذراء للسماء بالنفس والجسد. على ترتيل التهركي يا مريم، بلش القداس الاحتفالي بكنيسة القديس جورج الشهيد للاتين إربد. ترأسوا الأبونا فراس عريضة كاهن الرعية، وعاونوا بالخدمة الشدايقة وخدام الهيكل، وكان في حضور لعدد كبير من أبناء وبنات الرعية. المسبحة الوردية كانت حاضرة قبل القداس من أخوية الرعية والرهبات، ليصلوها على نية السلام بالعالم، وخصوصاً بالمناطق اللي فيها نزاعات وحروب وكوارث. عيد انتقال أمنا العذراء للسماء هو اكتمال لمشروع الرب، وتكريماً لهذا المشروع السماوي بادر البابا بيوس الثاني عشر بعام 1946 بأخذ آراء الأساقف الكاثوليك بالعالم بشأن تحديد عقيدة انتقال مريم العذراء بنفسها وجسدها للسماء. فتهلل العالم الكاثوليكي بأسره وتقبل معظم أساقفته هاي المبادرة البابوية بفرح كبير. وفي الأول من تشرين الثاني عام 1950 أعلن قداسة البابا بيوس الثاني عشر انتقال العذراء مريم بنفسها وجسدها للسماء كعقيدة إيمانية، إنها لحقيقة إيمانية أوحى الله بها أن مريم والدة الإله الدائمة البتولية والمنزهة عن كل عيب، بعد إتمامها مسيرة حياتها على الأرض نقلت بجسدها ونفسها إلى المجد السماوي. بعدة الأبونا فراس ركز على حياة العذراء الأرضية وأهم الأحداث اللي شاركت فيها مع ابنها الحبيب وبعد موته أكيد. فالعذراء هي حواء الجديدة اللي أطاعت الله وشاركت بالتدبير الإلهي لخلاص البشرية بعد سقوط آدم وحواء. هي حدث ليس للإعلام أو للفيلم، وإنما حقيقة نعيشها ونتأمل فيها. والتقليد في الكنيسة الكاثوليكية يطلق على أعضاء مريم كلمة أبيونتوس التي تعني والدة الله. الصلاة اليوم بكل الكنائس من أجل السلام بالعالم وخصوصاً بلزة، بشمعة مضوية من الأبونا لكل المشاركين بالقداس، وصلاة خاصة وبطلب خاص من غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابيلا بأن تصلى هاي الصلاة بكافة الكنائس والمؤلفة منه بشكل شخصي، وفيها تختم الرعية قداسها الاحتفالي. العذراء هي الأم الحنون للكل، وكل شخص فينا هاليوم مميز عنده بشكل خاص، ولهيك حبت بعض من الأخوية يوجهوا رسالة وكلامي من القلب ليعبروا عنها اليوم بالنسبة لهم. كل الناس بتطلب من العذراء إنه ربنا يستجيب، وبتمنى إنها أكيد وأكيد رح تستجيب من كل الناس لكل الناس، واللي بطلب من قلب وبحرارة العذراء أبداً ما بترده خايبة. أنا عندي كلمة دائماً بحكيها لما بولع شمعة بالبيت وبولع بخور، بقول يا أمنا الحنونة يا أمنا المزيونة. نحتفل اليوم بالكنيسة بعيد انتقال سيدتنا العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، فهي تجسد عمل الله الثالوثي، فهي ابنة الآب ووالدة الابن، وهي أيضا عروس الروح القدس، هي مليكتنا وهي أم الرحمة وهي سلطانتنا. ينعاد على الجميع بالخير والسلامة، وإن شاء الله بحل السلام بكل العالم، آمين. كل عام والجميع بخير وأمان، وحماية ورعاية أمنا العذراء تكون معنا جميعا. من إربد لقناة نورسات
نيفين حداد.